بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير. تعرف على الدين يعني موثقي حركة الفنون والآداب في السودان؟ نعم. قالوا لما جاء خبر مرض والدلبيه، نعم، لعكير في الدامر حالته بقت صعبة خلاص. صحيح المؤمن مصاب، نعم، لكن ده الأحبة لما نطلع شعر بهون، يعني عكير عمل حاجة أنا بفتكرها من فرائد الشعر السوداني. أول حاجة هو التوسل بصالح السودان، إنه نرفع الأكف أو ببركتهم يشفى. نعم. والدلبه. نعم. الحاجة الثانية الاستهلال التوحيدي، يعني أنا دائما بقول للناس مرات يتزيدوا في إنه السودانيين ديل عندهم شركيات، أقول لهم لا، السودانيين ديل عارفين قدر الصالحين. نعم. لكن أقوى من ده عارفين قدر رب الصالحين. يعني. ولذلك عكير بفهم فقهي متقدم جدا بدا التوسل ده برب العزة وبرسوله، ثم تنزل على الصالحين دي ببركتهم، يعني باعتبار انهم ادنى والفوح والدعوة تلحق. نعم. وده توحيد يعني. موغد. نعم. يعني لانه انا افتكر الصالحين دي الاوداد يعني. فالقصة دي رغم ان احنا قبل كده لكن عندها زباين كتار جدا. وبعدين برضو انا داير اقول حاجه اكاديميه، شوف المقدره بتاعت عكير ده في التوثيق، انه الرجال الصالحين ديل اصحاب الخلاوه والدعوه وجمع الناس حول كلمه التوحيد دي. بشرق النيل وغربه الزول ده وسخ كيف في بعد جمال. انا والله بفتكر انها واحدة من يتيم الدهرة يعني. نعم. فنخليك يا علاء، نعم، تخش لنا في عكير وتورينا اللوعة والشجن ده الدخلوا عندما سمع بمرضه. الحقيقة هو لما سمع بمرضه يعني فوجئ مفاجأة شديدة وتألم ألم شديد، وبعدين مشى البيت وقعد يبكي. قال البكا ده ما بينفع، أنا ليه زي ما أنا كان عنده ود أخته، مش ود أخته، هو ود أخته فعلا، هو بيبقى له خاله اسمه التوم عبد الرحمن، كان قتل واحد في الدامر وحكموا عليه بالإعدام، جايين يقتلوه هنا في الخرطوم. إيش نقول؟ فقام عمل له عمر. عمل له بيوت يعني، دعا الأولياء والصالحين وربنا عفاه من الموت يعني. فقال لي هسه يعني نسويها ليه والدلبي، ما يعمل ليه والدلبي. فمن ضمن البيوت اللي قال لي ود اخته، قال له طبعا الحكم حصل وكل شيء، لكن الموت ده التنفيذ عند الحق عز وجل. فقام قال يعني ما بنحكم على المطر ان سمعنا رعوده. يا سلام. ونار ما بتاكل اللين المخدر عوده، قدر المولى نافذ ودي الجبال موعوده، لو كان عندك ايام البلد بدعوده. يا سلام. الاعمار مقسمه بالنفس معدوده، لا بتنقص ولا بتزيد، تدور في حدوده، القيد والكلابش والابر في قدوده، قادر ينزعل في الصخره عايش الدوده. يا سلام. فمن ضمن الاستغاثه اللي قالها لاخوه ود اخته التوم عبد الرحمن، فطبعا التوم جابوه بالقطر هنا وجا يعني هنا. التوم عاش في الزمن الضايع. جا هنا بعدين جاء صبقوا هنا جلال المرحوم والدنا احمد علي بشير، وقال له انا ود اختي حكموا عليه بالاعدام وجايبينه هنا. طبعا الوالد مشى للمرحوم محمد احمد برنات، كان رئيس الغضة، فطلب التأجيل، طلب الفايل بتاعه. ناسم. قام حول الإعدام لـ9 سنين. يا سلام.
فالتسع سنين حسن السير والسلوك عملها 4 سنين. فجاء عيد من اعياد ثوره 17 نوفمبر قالوا عاده بمرقوا الناس سلوكهم حسنه. فبعد سنتين طلع، يعني اخذ سنتين بس في السجن. يا سلام. يعني ما كان حكم نهائي. ما كان حكم نهائي. بعدين قام قال لي انا عملت قصه زي دي ما اعمل لاحمد علي بشير برضه. فقام قعد من الساعه 9 لغايه المغرب هو بيكتب لغايه ما يعني اتذكر، يعني قال لي والله جابوا لي الفطور ما حسيت به الا لما جابوا الغداء. يا سلام. ما يعني كان بيكتب بانفعال شديد. فالمغرب قام وقال يعني بعد ذلك يقوم يصلي وشنو، في الباب دقه، مشى لقى زول شايل له فلكابه واعمى. مرحبا اتفضل هنا. قال له لا انا جيتك لسؤالين. قال له اتفضل. قال له القبب دي مهيئه كده مالك؟ يا سلام. يا سلام. قال له اخوي عيان. قال له العشر الكرام تقصد بهم شنو؟ قال له بقصد بهم العشر المبشرين بالجنه. يا سلام. قال له اخوك ده علاجه 10 كباب شاي بلبن و10 رغيفات يدون للفقراء والمساكين في الجامع. يا سلام. 10 بس. اي. عكير قام بالليل ما قعد، قام ركب اللواري اللي بتقوم بالبروده شايلين الاسمنت عشان ما يسخن في الشمس، بيقوموا بالليل بيمشوا. وجاء نزل عندنا الصباح بدري وقمنا باللازم كله طبعا. لكن القصيده هو بيقول داير يوري الاولياء والصالحين ديل ذاتهم احمد علي شنو. فبيقول يا من بقميص يوسف نجد يعقوب، ويا من نجى يونس منه مسح القوب، احمد اخو الضعاف البنحر معرقوب، بدل سهروا بينهم الهنا المرغوب، تسلم من رقاد العله يا المهيوب، نسيم العافيه لك يا الحي كرامه يؤوب، تعيش يا البيخيان تجاره ماك مريوب، تعيش يا السنجك المسلت صبر ايوب، طول هج على التايه غريب بتلفت، اكسير الضر له الشوارع لفت، باهي الرزق رحمن القلوب الخفت، ايده بشاير الطرف بروق الرفت، عريس مات لبوس الحربست والصفت، الخير الدفر لبن البيوت الحفت، عسل عيش الجوار زمن السنين الجفت، ما بحسب لهنجات ولا باكر قفت، كوع الدندر المبطن قطع زواره، بيته تملي للبياح تلوح انواره، خريف كاج الفتق ناله وضحك نواره، نعم الصاحب ونعم السكن في جواره، عدو ماله اب سوالف كل مخلوق داره، ماهل رزقه ساهل للبي يدخل داره، طالع نجمك كوكب نور يدور في مداره، ومن برج الاسد جاد عزته ومغداره، بيوت ناس مساكين في الفريق محشوره، صاحبي صبح كفيلة وأمس صاحب الشورى، سيرت عطر مجالس بالبلاد منشورة، عندنا يوم تطوف زي ليلة العاشورة. يا سلام. صاحبي ولد ملوك بدر خط الطولة، نيران الترك مثل الجبال سبتولة، الموت شرف مثل الصقور عرضولة، اتقسموا لناس لاقوها ناس ربطولة. يا سلام. ده بالكركر الضارب حجار صفصافه، مأموم بدخل الوكر البعيد للصافه، قبلي الفنجر المرحوم نظم أوصافه، خيب الشنبي لو قصرت في إنصافه. يا سلام. سيف قطع الخلاف اللي انعدم حباسه، وبالنعمة تجار البير ويباسه، ربنا يجعل العافية العظيمة لباسه، بحر المنزل بالرحمة جوجا دباسه، كريما بالتحية يميل عليك اتعصر، وجنبا لو حدا قدر انطلق ريح صرصر، زي علم الفلك في كل شيء تبصر، إن جات هينة وإن جات التقيلة منصر. يا سلام. بالغافات وبالصافات ونون والكوثر، أحمد يترفع أصحابه ما تتأثر، يا من عندك أصعب قاس يا ما بتتعسر، العفو فوقه يتدلى ورضاك يتيسر. الله أكبر. رسول الله الأمين البيك نباهي ونفخر، الدايرين بيجاهك يهون السخر، فيك الظن جميل والنظرة ما بتتأخر، المرض الأصاب أحمد زبد يتبخر، جود بفضلك اللي كل شر بيزيل، محمد يا نبي الرحمة العطاه جزيل، يا المدحك إله القدرة في التنزيل، كم لطفك جبر مكسور ودا وهزيل. الله أكبر. يا شيخ القمر بأبوك قمر الدين، ويا حسين واتحمد وفشلة يا الزاهدين، سبع الدر يا الفوق الصلاح راقدين، ليه صاحبي بسوالف مرتاع الواردين، يا النقر الكبير وبواتك الصوفية، ويا رجال العزازة البينوا المخفية،
والضبضوة يا بنصيرة وبألفية وجا أحمد تقتلو شرارة مطفية. شمر يبشي ضيفة ويا العزيب الطبقو للحلفاية بيجين حال صقور الصبقو المرض القلب لو نفس سوالف صبغوا دايركن دكاترة وليه وحراس تبقوا وتحامي السريعة التبة قوم بسرعة عالك صاحبي لحبوب لا مسوح لا جرعة وتفلاتي لك يدي فاتحات شرعة هم بهمية البحر الطمع فوق ترعة. شمر يا ابن جيع الصيد وبرعة مصرر اتلافة بعروض ألامه ما تتكرر من قيد السرير أحمد يقوم يتحرر تبقى زيارتي لك حكما صدر ويتغرر يا فقيري أبوي راعي الخريفين شمر قم بيجارك بشرف ذهب مجمر رقاد أحمد سهرني وخلى طرفي محمر بيجاهكم طعم لبن الضيوف ما يخمر يا ود العسيل المجلي نور وصلاح يا سلام كاشف النية نت الشيخ بريق اللاح أكرم لي يا صاحبي الكل جود وفلاح زيل البيه يا المو يطودوك سلاح ترك النور بدورنا الرجع المخلوفة هم بصاحبي أحمد بهجة الوالوفة يا جيلاني قمزة وفوق حصان مكلوفة يا ري الدراويش العديدة إلوفة يا سلام. مصباح القلوب الفتحت قمرية مفتاح العقول الأرشد الزرية ليه صاحبي العزيز يا بشر أبو بشرية جود لنا بدواك وبركتك المحرية الله أكبر. يا حمد الكبير وأولادك الستاشر اتولوا العلاج بكم نهز نتباشر صاحبي أبو الكرام العمر يوم ما كاشر اكسير الرفيق فارس مقنى البدعاشر يا أبو النافشة كشافة البعيدة وغابية يا بدر الدجى الحسنابي قمر الجابية وفر الدامر الحيطنه مثل الطابية أحمد أجبل من غابة الهموم الكابية والدب خف كبير السادة سافي البربر الهادي المحيط السر ما بيتعبر قم بأولادك الأشراف صغيرة وأكبر أحمد خلو خاطره المنكسر يتجبر يا سلام. شيخ إدريس ولد محمدين في العون زمم العرفة يا حراس قلع سيدون صاحب الطال محجز وانقلب في اللون يطيب بسركم فرحنا يملى الكون يا البوشاب معاكم كان ديمر اتحزمه نوم أحمد سجد للغم ده فوقه أعزمه صاحبا في الشدائد ديما وافر عزمه كم شعرا خلافنا فيه وحكم نظمه يا الغبش على الحركة بتتب عجالة جامعين الثلاثة صلاح وسر ورجالة كتوف أحمد علي النار ملهيب سارجالة يا أهل الكشف ما طويله مجالة يا سب غوهيب للفزع شمر وسره لموا على السناهير بالكتوف إن عصره أكشفوا على بزنود الوافي حاتم عصره زيلوا البيه بالنصر المبين انتصروا شرف الدين أبو النجد المقابل القيب ويا حامد ولي الجبل أبعصات سيف أحمد ودعلي الهايج ليالي الصيف تتمع في التنتهن ويتم الكيف يا سلام. أبو العوضية سلمان سلم المواصل تور الكرد يا علم الديان الباسل صاحبي أسد معارك شكر تحصيل حاصل أعمل بينه والمرض المطول فاصل أبونا الشيخ نعيم الأمن الجيزان بطل مويت المحاية الشدة العجزان بيسرك تفيج من أحمد الأحزان مرضه يفر يطير شيطان سمع أزان كوكب شندي نور الوادي الحبيان شيخ التوم وبازبار سافل الرويان أحمد ودعلي الراقد عجز مليان بدور برهان صلاحكم ابقى فوقه عيان حسن يا ود حسونة وبندها الحاج عطوة يا ود القلوباوي الشهير بالخطوة أنجدوا صاحبي ورونا الصلاح والسطوة للما بصدقوا السريان يطلعوه فتوى يا الكباشي للحلفاية بسرعة أقرب الحق جارك أحمد شوف نهاره المغرب الجار له حق الشفعة ما بنستغرب يا اللي اسمك حجاب من الدبيب والعقرب الولي المقابل الجيل شيخ الطيب الحوب انتكت يلبس صلاح متطيب كم عليك تفاقد وكم رفحت مغيب أحمد في مهمة وبيته لك قريب بري أبو البتول والشيخ جليس الظاهر حمد النيل ووجاز سريع الطاهر أحمد وتعلي الطول عليل ومساهر النوم له يحلى يبقى وردا زاهر سيف السنة يا المهدي شفى الآلام رفع علم الشهادة وعزز الإسلام صاحبي ومركزي المتجلب الأحلام باكر لنا يصبح نور كشف له ظلام الخرسان وبجنزير رجال الغارة جات اللازمة يا رجال حوبطة وصقارة بيجاهكم إطيب الدكر ابن قارة برهانكم إزيد الأعدى زل وحقارة أفرك الغيور النافي اسمردية والبدر المنير قول العبيد ودرية أهل الترجمة العالية اللغة السرية قوموا الهجعة يا أحمد تعالوا سرية يا سلام. قندي الطيبة والشيخ المكاشف النافع يا ود التراب معاك عبد الدافع يا سلاح الحقيقة ما بتقابله مدافع تقال أحمد بدوركم له كف الرافع صلاح بحرازة هل القبب سلسلة جاتكم صيحة يا العزمة تكشفوا العلة
في عين القلب لكم أعز محلة أحمد ينسند جمل البلد والحلة. يا سلام. ولاد العركية الواقفين بنية بنية ومدن السني قايد حملة السنية علة ود علي المدعصية وزمنية فيها بدور كرامتكم تكون علنية. قمر بيه وبروس إذا الحفير المدة مكي الشابك القلب القضارب جدة وراجل الصوفي مكي السر في الناس شدة شيلوا مرض رفيق ما بيعرف الهدة. يا سلام. والتكتوك فرح كوكب شرق سنار لاقي الصيحة يا البيك المظلم نار يا زاهد حلوها وخيرة والدينار عالق صاحبي بسر وطفي حر النار. يا سلام. الشيخ طلحة نور العابدين الكامل والشيخ طه ود البكري حوض الهامل يشموس الهدايا البين كنز الآمل لأحمد نظركم ابقى راعي وشامل يا رجال شديد السافل الأبيار ناس الحاج ولد حسب الله يا الطيار يا الناجم بنجوم السادة يا الأخيار أحمد تنجو من حقنا وحبوب وغيار سيد كسلم تقاك سيد الجبل وداكا يا حسن العظيم صوت النديها أتاكا طواعين أحمد الشاوي الكلى الفتاكا داوي أزاها والصغة أصل ما فايتك شيخ برغوت وابو الفتح النشبت الطالح أعلام الهدى الضاربين سواحل المالح بيجاهكم إطيب سند القبيل الصالح لغمان البخاسم والبئر ذي صالح وجميع الفيه سر في كافة البلدان محل بالرسول انزل على الميدان ميدان أحمد اللي بتقلب النقدان يطيب افرح ونفرح وهل والولدان نظمتها بعقيدة وسير بعرفه برايا ولاموني اللي بيضحكوا في القبب والرايا شيخ قال ده مشرك لا عقل لا درايه قلت اللعمه معزور ما بيشوف بمرايه. يا سلام. بيجاه النبي المعصوم وبخلفائه والعشر الكرام النالوا بعتفاه وسر الصالحين اتجملوا وصفاه احمد يا كريم من المرض تعفاه. يا سلام. الحمد لله. يا سلام. كان ما طاب لتبقى لا طاب وبعدين عاش حياته العاديه سنتين. تعرف علاء الدين يعني هذه الدعوات وهذه هذا التحريض الجميل والبديع والحميد نعم لكل الصالحين في بلادنا الذي بدأ بدعوة لله سبحانه وتعالى نعم وبرسوله وبالمبشرين وبالصالحين أصحابي. والأنبياء ويعني الدعوة دي إن شاء الله تبقى من أحمد علي برضو للسودان إن شاء, إن شاء الله يا أخي تشفيه إن شاء الله والله العظيم مش سنتين قرنين كمان إن شاء الله إن شاء الله تعرف مرة من اللطايف الأصمعي قال هو مرة قال أنا بعرف لغة الفرس فقال عنده قصتين لطيفات جدا قال هو بيسمع في واحد من الفرس ديل بيدعو حوله العرب ديل طبعا فصيحين وبيدعوا دعوات حارة بالعربي الفصيح يعني نعم وبالمأثورات والأحاديث وكذا كلهم يدعو بالدعاء وهو عجمي ما بيعرف يدعو فقال أنا بسمع فيه وبيتكلم بالفرس بلغة الفرس هو بترجم الأصمع يعني قال سمعته بلغة الفرس يرفع يديه اللهم إنك تعلم أنني لا أعرف العربية ولكني أدعوك بكل الذي دعاك به العرب في عرفات. يا سلام يا سلام خرسنا قال لا خلاص انت عارف أنا ما بعرف عربي لكن أدعوك به العرب دي كله جماعة أدعوك دي كلهم بعدين قال واحد من الفرس ديل رجل عجوز يعني فقال مستغرب انه بيجي الحج من بلاد فارس كيف فقال كل ما اصعد عرفات القوا الرجل ده يرجف ويدعو اللهم عيدني اليك في عامك القادم حجه يعني قال يجي تاني لقاه حج والزول ده يعني اظنه فات المئة يعني بقى حاجه تشفق زي ما بقول فقام المرة دي لما لاقاه ما بيدعو الدعوة ديك بالعودة يعني اللهم عدني إليك حاجة ما قالها فقام قال اقتربت منه قلت له ليه ما قلتها قال لي والله لقد استحيت من الله يا سلام فقام قال لما أتى أهله العام القادم قالوا لأن فلان قد مات بفارس يا سلام
يا سلام. يعني لو الزول ده بيدعو كان لي حس ايدي حاجة كان حايم له. يعني انا يعني من الحاجات اللي بحفظها لاخونا علي ابراهيم ده انه في اغنيات كده لما يغنيها بيعتقلها، لما تسمعها من اي زول تاني ما بتقع عليك. فانا سمعت له الاغنيه بتاعت ابو صلاح قلبي هام ماله، يا سلام. بعدين غنوها ناس كتار جدا يعني، لكن دائما بسمعها يطل صوت الرعاة. نعم. زي ما قال ود الغرشي، يطل هذا الصوت العميق والجميل السوداني علي ابراهيم. انا طبعا علي بكون فتره طويله ما غناه، لكن افتكر يعني علي ابراهيم برضه مدرسه حسن عطيه، حتى لو ما قال الكلمات ذاتها التطريب يطرب يعني. فعلي ندخلك في امتحان وقول لنا شيء من قلبها ماله. جدا. تعرف انا يا حسين يعني عنده غنى بحبه انا براي، وفي بينبش دواخلي دي انا ذاته. بتدسوا منا الناس. الله اكبر. ما بدسوا منا الناس، لكن الزحمه اللي كانت علي بعد يعني أغنية الأستاذ خالد عباس سمحنا ورد فريقنا. يا سلام يا أخي. ازدحم عليه شعر الحلينجي. خالد عباس زول العيكورة. نعم زي العيكورة. وتحية من هذا المكان ومن هذا المكان تحية لهندسة الجزيرة كلهم. والله كل أحمد الزبير الله يرحمه قال العربي ده لما غنى السمحنا ورد فريقنا قال أنا خفت عليه وما يقدر يتجاوزها، لأنه الأغنية دي فترة طويلة جدا كانت قابضة قابضة الجو. قابضة الجو فترة طويلة، لكن قدر غايته باصرة بصارة عساكر كده غايته. أي نعم. أما الانقلاب. نعسات عيوني نور يمين الهلة، ما بين دبر صافي فخراني الدور. نعسات عيوني نور يمين هلا، ما بنت بري صافي واخضراني اللون. دار العز معاك يا عبد العزيز تتجلى بنور الخدود منه في تركوب، والغنيات جمال زي الحور واجل، كل ما هب طيب تلقى قلبي دار العز معاك يا عبد العزيز تجلى
نور الخدود منه في تركوب والغنيات جمال أي الحور وأي اللحن وكل ما هب طيب تلقى النجوم تتدلع في انوار وجوه في فؤاد سكون انا مسحور من طريه سحره الليل تلقى بين انفار عمود تلقى ديس أنوار وجوه في فؤاد سكون أنا مسحور من طريف سحره الليل دل بتلقى بين انفار عود تلقى ديش يا قاسم معاك نجم سعود تدلع دمت غدرك عالي لا معذوق مغفور في عزولك ديما الانكسار والذلة والنحاس ما بازي في ذهب سعود الدلة ثم غدرك عالي دمع دوخ مغبون في عزول ديما الانكسار والذلة والنحاس وابوازي لدهب أنوار خدودي داخل عقلي احتل توجد في صفاهي العفاف والصور مقطوعات إيديهن اللدن والدلع صارت ليلة ليلة صرت أنا المجنون أنا مجنون أنوار خدودي يا أخي عقلي اختل في الزوج اللي ظباري في ذهي الندى والدل صار ليلي ليلو صرت سند المجنون أنا مجنون ليلي من تكاد ترر النجوم تدل بأنوار وجوه في فؤاد سكون أنا مسحور من طريف سحره الليل تلقى بين انفار Thank you.
عيون نور جميل هلا ما بين تبريز صافي وخضراني عيون نور جبين هلا ما بين تبريز صافي واخضراني